عليك وبركاته، معكم هشام جيمز فيديو جديد وحلقة جديدة. اليوم راح نلعب اتاك سيميليتر، وقبل ما نبدأ المقطع حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الاشعارات. يا اخوان صراحة انا جربت اني انزل حلقة تانية، بس لو هي تنزل فشل التنزيل، فعشان هيك راح تلاقوني مطور شوي. فيلا نبلش المقطع، خلينا نروح المنطقة الرابعة. نفتح منطقتين صراحة. يلا اوكي، وصلت عند جزيرة اليوتيوب انا، بس خلينا صار انا عندي 14 مليون. شوف كم ريبر اسرار. اوكي خلينا اروح اشوف سلاح هيك حقه منيح عشان نطور حالي. سي يلا روح نرجع عند البداية. اوكي وصلنا هنا، من نروح نشوف نخلي صندوقين بالبداية. ريدي ريدي اوكي، نجي عند الشوب نشوف لنا سلاح نقدر نشتري. اوكي نقدر نشتري هذا، اشترينا. نروح عند اليوتيوب ان شاء الله بالحلقة الرابعة نختم الماب ان شاء الله ولا الخامسة. يلا ووصل المقطع 100 لايك. اشتركوا بالقناة عشان وصل 100 مشترك قبل ما ينتهي هذا الشهر 3. اوكي ان شاء الله نقدر نوصل 100 مشترك. الدمج صار 1000 كمية. راح احاول اجيب كمية منيحة من المصايب وارجع لكم. ويلا رجعت يا اخوان، قررت اني اروح اسوي راند عشان نحقق 15 مليون معي 14 مليون، فاحسن نشير. خلينا نروح اسوي راند. يلا انا البي اي بي برو بوكس 400 روبوكس. اوكي هاي الراند، واي اول راند نسوي. اوكي اشترينا الراند، ضلين البتات. يلا شي منيح. اوكي مضربة واحدة، كم الدمج؟ كم الدمج؟ ما ادري 91. اوكي منيح والله. خلينا نجمع فلوس، المفروض حقه 5000. اوكي اخوان كل ما نسوي راند راح يزيد حقه 5000. اوكي الله خلينا ندمج. اوكي 500 عليك سلاح في هاي البوابة، خلينا نشوف. اوكي طيب نشوف لنا سلاح، خلينا نشتري سلاح. اوكي هاي نعطى السلاح لنا نشتري. كم الدمج؟ خلينا نكسر هاي 108. اوكي مش الحال، يلا كسر. خلينا نكسر هاي يلا كمان رصبين. يلا هاي رصبنت. انا اي مركز عليهم ما قبل الأخير. اوكي يلا دمج. اوكي نجرب هاي ما دم دمجي، خلينا نكسرها. يلا ليش تضربها؟ يلا انا اقول خليني اروح اطور السلاح حقي تبعي.
يلا طالله في سلاح حاجة منيح ضبطنا. ايش في هاد؟ لا انت ضعيف ضعيف هاي ما صارت تجي. طيب يلا دمر وين تجي مصاري؟ يلا نفتح المنطقة الثانية. كيف فتحنا؟ صرنا المنطقة الثانية. اوكي نكسر هاي عشان تعطينا كمية فلوس كبيرة. كسر 13,000. اوكي ماشي الحال. والله من 10,000 جواهر عشان نفتح منطقة بعديها. اوكي ضربة تمام تمام اوكي خليني هيك افتح لي هيك بيت واحد اشوف كنسر. كيف ممكن سهرة؟ اسمع شو سوي ريبير. اوكي سوينا. خلينا نفتح بيتين. اوكي ان شاء الله طلعنا الواحد بالمية. يفتح ان شاء الله الواحد بالمية ان شاء الله. يا رب نادر دوك يا اخي اعطينا اي شي الا الدوك. الله ايش شاي واحدة كم نثبتها. اوكي شوف تجي الفلوس بدون سبب ما ادري ليش. طيب اتوقع انه الاشي اللي بدمجها بطيل شوية تبعد جاي انه انا ادمجت منها. ف اكيد انا قبل ما اسوي رانك بدي اجرب هيك يكون واحد هيك تكون هيك لما اسوي رانك لما يجي واحد يكسر بتكون ضايل شوية بيجيب لي فلوس كثيرة وبقدر اطول حالي بسرعة. اوكي احسن شغلة. ايه 18,000. اوكي راح اجيب 150,000 فلوس وارجع لكم. اوكي رجعت لكم وبدل ما اجيب 150 جبت 190,000. اوكي يلا خلينا نروح نشتري السلاح حقه 150,000 عشان نطور لكم يعني طبعا يعني. اوكي عند الشوب يلا نروح. هاي عند الشوب 300,000 طب يلا شراء. اوكي خلينا ناخد الشيست. طيب اكتر واحد مسوي هاي ريبير قديه؟ 24,000,000. اكو واحد فين كنت شبي جمي بستور سنة مليار ثلاثة اس بي كوين ما شاء الله. اوكي طيب اوكي انشئ اضرب بجزيرة اليوتيوبر هاي هي بتات كان شي. اوكي انا بنت
ممكن صدقتي. اوكي بس دمي هاي بنحطها بسرعة، نروح نطور السرعة. اوكي ما شاء الله، هذا عنده بتات السكريبتي قصدي الليجندري. ايه بتات السكريبتي كده هني جيبوا فوق السكريبتي تطوير. اوكي 12 اوكي صرت سريع احسن شي. خلينا ندمر هاي طبعا، اعطينا كمية فلوس حلوة اوكي 30 50 الف. طبعا صرت كم سوي فين دمر دمر بدمر هنا. اوكي هيك اطور شوية جيب احسن مني خاف كل مرة بساعدين 12 ألف 3000. اوكي راح احاول ان اجيب 10000 جواهر وارجع لكم. اوكي ورجعت لكم بعد ما جبت 10000 جواهر، بس خليني نفتح منطقة البوليس نو بس رجع. اوكي فتحناها بعديها 35000 جوهرة ننكسرها. اوكي وين صراحة احاول اني ادمرها وارجع لكم، كنت اعطينا فلوس كثيرة. اوكي اوكي يا اخوان صراحة دمرته بس مرة واعطالي 482000 فلوس، فانا بدي احاول اني اخليها 6000 جم عشان نطور عند الكوينز حبتين، وده بقدر اجيب 12000 بجيبها عشان نطورها 4 حبات على اخر. فا اوكي يلا ندمر كمان. اوكي ورجعت لكم. اوكي يلا نصور راح عند البداية. خلينا نطورها 4 حبات على اخر شي. اوكي هاي ألف. اوكي وبس اعجبكم مقطع تسوونا باللايك واشتركوا في القناة وبس سلام.